بريكس 2024 في مدينة كازان بروسيا الاتحادية، هذه القمة والتجمع الاقتصادي للدول الناشئة المكونة لتجمع بريكس. الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور رامي، يعني قمة بريكس وعضوية مصر ومشاركتها لأول مرة بعد العضوية الرسمية في يناير الماضي، ما يمكن أن تضيفه بريكس إلى مصر وما يمكن أن تضيفه مصر إلى دول التجمع بريكس؟ في البداية برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني يمكن حضور مصر النهاردة هو بمثابة ثقل دولي لمصر لناحية البريكس، خاصة وإن بيضع أمال لقمة البريكس في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل فترات يمكن الفترات الصعبة اللي بيمر بها الاقتصاد المصري، لكن الفترات دي هي ممكن تكون بتنتهي في فترة تعافي. وبالتالي وجود مصر في قمة البريكس هي بيعكس ركائز أساسية، على الأقل الركائز دي لها اعتماد دولي، الاعتماد الدولي اللي هو بيؤكد أن مصر دولة شريك أساسي في تحقيق التجارب أو مساهمة أهداف البريكس من خلال الخبرة المصرية، لأن الدول البريكس هتستفيد من مصر استفادة كبيرة جدا يا فندم. مصر عندي دولة عضو مثلا في الكوميسا، فبالتالي أي دولة من دول البريكس لها مصانع أو منتجات، أو حتى اتخذت مصر كدولة ترانزيت لتصدير المنتجات للقارة الأفريقية بحكم عضوية مصر في الكوميسا، الدول دي مش هتدفع أي جنيه واحد كمان، وبالتالي هيصدروا المنتجات بتاعتهم من خلال مصر من خلال زيرو جمارك. نفس القصة مصر هتستفيد من بريكس الانتشار المصري على الصعيد الاقتصادي، بمعنى ان لو عندي منتجات مصريه بتتمتع بالكفاءه الدوليه مثلا، تقدر مصر من خلال البريكس ان هي تنتشر في منظمات العالم او اكثر من منطقه في العالم. ده واحد. الحاجه الثانيه ان ده هيساهم في تعزيز الناتج المحلي الاجمالي ومتوسط دخل الفرد عن طريق زياده العائدات اللي بتصب في الاقتصاد الانتاجي في مصر. وبالتالي المساله هنا ان وجود مصر بالاساس في القمه دي هو بيعكس ان في اعتراف دولي او يعني اعتماد دولي لمقومات الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت ده ممكن يخدم على المقومات السياسيه، خاصه في ظل التحديات اللي بتشهدها منطقه الشرق الاوسط، واللي مصر يعني طرف اساسي في المعادله السياسيه او بتحاول تحقق الاستقرار في المعادله السياسيه اللي موجوده في الشرق. مصر دائما تتميز بوجود المسافات المتساويه بين كافه الاطراف والدول، وتعمل بدبلوماسيه رصينه تجاه القضايا الخاصه بمنطقه الشرق الاوسط تحديدا. برايك كيف تكسب مصر هذه المواقف الداعمه لمنطقه الشرق الاوسط، خاصه ان في تجمع بريكس عدد من الدول العربيه، مصر، الامارات، السعوديه، وايضا الدول الاقليميه سواء تركيا او ايران؟ يعني هي المسألة إن فرص الميزة في تجمع البريكس إن هو بيضم عضوية دول ربما تكون الدول دي في تناقضات في سلوكها الخارجي، وفي نفس الوقت هناك تنسيق نوعا ما. الخطورة يا فندم إن البريكس أساسا نشأته هو هدفه تحقيق التوازن على المستوى الدولي، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية ورفض أي هيمنة من الجانب الأمريكي. طيب لما يوسع عضويته، بالمناسبة ما هي إثيوبيا كمان هي عضو في البريكس، لكن ممكن تحت المظله مظله البريكس هنا ممكن يحصل تنسيق في المصالح ما بين مصر واثيوبيا، او الضغط على اثيوبيا لنهج مصالح معينه تجاه مصر والعكس. وبالتالي المساله هنا ان وجود اكثر من دوله هو بيخدم في تشكيل تكتل من نوع جديد، يمكن يكون تكتل البريكس هو اقرب تكتل ليه تاريخيا حركه عدم الانحياز اللي كانت مصر عضو مساهم او عضو مؤسس فيها. وبالتالي المساله هنا انضمام اكثر من دوله او وجود اكثر من دوله هو ده بيعمل على تنويع الوصول لاهداف متنوعه، وفي نفس الوقت الاهداف المشتركه بتراعي مصالح اكثر من دوله عضو. نعم، السياسه والاقتصاد وجهان لعمله واحده، برايك كيف يعكس هذا التوافق في المواقف المشتركه والتعاون ما بين دول التجمع في المصالح التبادليه سواء على الجانب الاقتصادي او الجانب السياسي؟ ممتاز، اشكر حضرتك جدا، السؤال اكثر من ممتاز. بص يا فندم، كلما كان اقتصاد الدوله اكثر قوه كلما كانت السياسه الخارجيه اكثر تاثيرا، بمعنى ان الاقتصاد عندي لو قوي السياسه الخارجيه لازم تكون مؤثره، والعكس صحيح، لو الاقتصاد بتاع اي دوله ضعيف السياسه الخارجيه مش هتكون ليها تاثير قوي. وبالتالي انضمام الدول دي تحت اي مظله، المظله خاصه مظله البريكس، هو بيساهم في تعزيز اقتصادها، وبالتالي تعزيز اقتصادها هنا هيزيد عليه تاثير او زياده فرص
تأثيرات اللي هي متعلقة بسياساتها الخارجية لكل الدول اللي موجودة. على سبيل المثال أنا عندي من أوائل الدول جنوب أفريقيا يعتبر من الدول العالم النامي اللي استفادت جدا من انضمامها للبريكس يعني من أكثر من 20 سنة. وبالتالي المسألة هنا الوجود بقى دول زي مصر والدول العربية هو ده هيشكل في تعزيز اقتصاد الدول دي، وفي نفس الوقت وجود تأثير لسياساتها الخارجية إقليمية، لأن التأثير هنا هيبقى مرتبط مش بس بتصرفات أحادية الجانب أو مثلا سلوك في السياسة الخارجية الإماراتية أو السعودية أو حتى السياسة الخارجية المصرية، وإنما السياسة الخارجية المصرية هتراعي جدا مصالح دول البريكس، وفي نفس الوقت دول البريكس هتدعمها باعتبار إن مصر دولة في البريكس، وكأن السياسة الخارجية المصرية هي مدعومة بتكتل البريكس عالميا، عشان وده هيعمل تأثير قوي جدا في السياسة الخارجية المصرية على مستوى الإقليم. نعم، وماذا عن الثقل العالمي أمام التكتلات المناظرة الأخرى؟ بص يا فندم، هو التكتل المناظر الأفخر للبريكس هو جي 7 أو مجموعة الدول السبع. لا يعني المقارنة هنا، إحنا لسه البريكس ده يعتبر تجمع وليد، هو المسألة إن في نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن نقاط قوة الجي 7 أو مجموعة السبع هي بتفوق الحقيقة، يعني خليني أكون أمين معاكي، هي بتفوق البريكس بأكثر من نقطة. أولا البريكس عندي الدول الأعضاء هي متباعدة جغرافية، لكن الجي 7 لا، اقتصاديات الناتج المحلي الإجمالي للجي 7 أعلى من الناتج المحلي للبريكس، بالرغم من وجود الصين في البريكس، بس ده مش نفس الوقت النقاط الضعف أو نقاط القوة دي، هي مش دي كفاية. النقاط الأهم عند البريكس هي توحد المواقف السياسية على عكس الجي 7. الجي 7 ممكن في خلافات ما بين الدول بينها وبعض، خاصة الدول الأوروبية، وبالتالي المسألة هنا الجي 7 على الأقل هو ما عندوش أهداف يشتغل عليها أو أهداف يقدر يحققها، هو عايز الحفاظ على الحالة الراهنة، لكن البريكس هو بيمر بتحديات كبيرة، من ضمنها إن هو يستقل بعيدا عن الهيمنة، هيمنة قوة معينة أو تدخلات قوة أخرى في الشؤون الداخلية أو الشؤون الإقليمية. عشان كده توحد الأهداف أو اشتراك الأهداف لكل الدول المتكتلة في البريكس ده في حد ذاته هيكون مش عامل قوة بس. أخيرا، ما هي القواسم المشتركة إذا ما بين دول التجمع، لأنها اقتصادات ناشئة ربما عانت من بعض التحديات في مجالات عدة متشابهة أيضا؟ بص يا فندم، القواسم المشتركة ما بين دول البريكس إن هي كلها بترفض التدخلات في الشؤون الداخلية أو الشؤون الإقليمية، يعني بترفض أي هيمنة أجنبية أو أي تدخل من الخارج في الشؤون الإقليمية في المنطقة اللي هي المحيط الإقليمي للدولة فيه، وفي نفس الوقت الشؤون الداخلية، ويمكن دي أهم ميزة بتجمع دول البريكس. الميزة الثانية إن أسواق الدول دي بتضم أكبر أسواق في العالم، يعني سواء الصين أو حتى أنا عندي في الشرق الأوسط مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الأسواق الناشئة كلها موجودة في البريكس، فكل دي مقومات، سواء مقومات اقتصادية أو مقومات سياسية أو مقومات استراتيجية، كلها بتكون دافع لاستمرار تكتل البريكس، وبالتالي وبالعكس ده هتكون دافع لأن يفتح الباب لعروض الدول الجديدة كمان. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة.